بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم لمتابعة تفاصيل هذه المنافسة وهذا اللقاء الذي يجمع بين الطرفين على رقعة ملعب مراكش الكبير، اللقاء الذي سيدور بعد لحظات بين فريق الرجاء الرياضي وخصمه في هذه المنافسات اللي هو فريق أولمبيك أسفي. من الواجهات اللي غادي يبحث من خلال كل طرف باش أنه يقدم ثلاثة ديال النقاط الانتصار في هذه المواجهة، وأيضا تعامل بكل واقعية مع مقابلة اللي نتمنوا أن أيضا أن يكون فيها التشويق، تكون فيها الإثارة، تكون فيها أيضا الندية، ويكون فيها تنافس كبير بين الطرفين. هي لحظات مشاهدينا الكرام، وسنغوص وإياكم في غمار هذا اللقاء، في غمار هذا التنافس القوي اللي غادي يطمح من خلاله سواء فريق الرجاء الرياضي أو فريق أولمبيك أسفي باش أنه يسجل انتصار مهم، وأيضا التعامل بشكل جيد مع تفاصيل هذه المقابلة. غرفة الفار فهناك رضوان جيد وأيضا الحسن أزقا، وهذه إذن هي الأسماء اللي كتواجد على مستوى الطاقم التحكيمي وأيضا غرفة الفار. الصافرة ديال يوسف تريكي تأتي في هذه اللحظات، وننطلق وإياكم في 45 دقيقة الشوط الأول من عمر هذه المباراة. القمصان الرسمية بشكل المعتاد ديال فريق الرجاء الرياضي من يسار إلى يمين السادة المشاهدين، من جانبه فريق أولمبيك أسفي يلعب من يمين إلى يسار السادة المشاهدين. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، محاولة ديال الانطلاق بهذا الشكل هذا من جانب عناصر فريق الرجاء، وايضا التعامل مع الكرات اللي ممكن انها تجي على مستوى الخطوط الاماميه والصياغه ديالها بكل واقعيه وايضا بصوره جيده. كره ملعوبه من جديد لعناصر فريق اولمبيك اسفي، انطلاقه من الجهه اليسرى الاعتماد على الانسلال، ولكن هنالك سعد مسلي والحصول على المخالفه، سقوط على مستوى خط الوسط. نتمنى ما تكونش اصابه يعني قويه، بالفعل يعود لاستئناف تفاصيل المنافسه. سعد مرسلي 25 سنه، هي دوره سابعه وتنافسيه فيها كبيره. في الوقت اللي كنشوف هنا يسري بوزوق عمليه هجوميه، تصويب حاول ما امكن انه يستعمل تصويبه اماميه، ولكن قبل ذلك هنالك راي مرفوعه من الحكم مسعيد معلنه عن مغادره الكره للخط الخلفي للملعب. يسري بوزوق لعب الكره ديالو كانت هوائيه، الشو اماميه، محاوله فرصه إمكانية ديال استثمار هذه الكرة على مستوى الشق الهجومي من جديد لصالح فريق أولمبيك أسفي. تصويبة أنس زنيتي في المكان المناسب، أنس زنيتي ينقذ الموقف من هدف محقق اللاعب صامكي، هو اللاعب اللي قام بالتصويبة ديالو. الرجاء والاندفاع، الرجاء والبحث عن الحلول في الخط الأمامي. تمريرة الجهة اليمنى، هذا من فاتي، هذا من فاتي المراوغة، هذا من فاتي راوغ اللاعب الأول، هذا من فاتي حافظ على كورتو، قام بالتمريرة داخل منطقة الجزاء بوركسوت ولكن ضعيفة مباشرة صوب الحارس خالد كبيري علوي. واحدة من المحاولات أيضا والفرص التي تأتي من جانب فريق الرجاء بهذا الأسلوب. شاهدوا هنا العملية الهجومية ونشوفوا هنا التصويبة تأتي هكذا في الخط الأمامي. آدم النفاتي نزل كورتو، آدم النفاتي حاول يمر، تمريرة داخل منطقة الجزاء، كرة ممتازة ولكن بطيئة بين يدي الحارس، ضعيفة ليتمكن من التقاطها خالد كبيري علوي. يسري بوسوق اللي كان خلف الكرة الماضية، لاحظوا ادم النفاتي على مستوى رفع الكره. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم يوسف تريكي على نهايه تفاصيل الشوط الاول من مباراه اليوم، صفر مقابل صفر بين اولمبيك اسفي والرجاء الرياضي. الموعد مشاهدينا سيتجدد معكم مع انطلاقه الشوط الثاني. تعطى في هذه اللحظات انطلاقه الشوط الثاني من عمر هذه المقابله بين فريق اولمبيك اسفي وفريق الرجاء الرياضي. الجوله الاولى بنتيجه معروفه صفر مقابل صفر، الجوله الثانيه كيفاش غادي يتم التعامل معها؟ اذا بالعماري هو اللي غادر ودخل مكانه اللاعب عبد الصمد بدوي. البناء بهذا الشكل هذا، تمريره اماميه، تغطيه رجعت مره اخرى رجويه، فرصه محاوله تغطيه من جديد، كره رجويه محاوله من جديد، والهدف الاول، الهدف الاول في مباراه اليوم. النسر الرجوي يحلق عاليا في سماء مدينة مراكش. يسري بوزوخ يعلن عن انطلاقة التسجيل
التسجيل والحضور القوي في هذه المنافسة، هذه العملية الهجومية وهذه الانطلاقة التي تأتي على مستوى الخط الأمامي، محاولة على مستوى الشق الهجومي. مكعاسي اللي سام في العملية الهجومية والانطلاقة في الخط الأمامي، وشفنا كيفاش أنه جات العملية الهجومية بهذا الشكل. نتابعوها بالإعادة مرة أخرى، هذه الفرصة التي أتت في التصويبة الأولى ثم بعد ذلك إتمام الكرة. كرة من سمكي يلعب على الجهة اليمنى، عملية هجومية داخل منطقة الجزاء، يقع في المحظور بولكسوت، يقع في المحظور بولكسوت، وضربة جزاء يعلنها مدوية في سماء مدينة مراكش حكم مباراة اليوم يوسف التريكي. نعم نشاهد هنا التدخل، سويل يتقدم يصوب هدف في المرمى معلنا عن هدف التعادل. يوسف نعم يشو يضع الكرة في المرمى، سويل يشو يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف التعادل في مباراة اليوم. اللاعب الذي يعدل الكفة ويسجل في هذه العملية الهجومية في هذه المحاولة على مستوى الشق الهجومي، واحد الواحد في مباراة الرجاء فريق أولمبيك أسفي، هكذا هو العنوان، الهدف رقم 5 لأولمبيك أسفي هذا الموسم. مع هذه الندية التي يطمح من خلالها كل طرف لأن يكون الأفضل مباراة اليوم، محاولة هجومية رجوية، بولكسوت تمريرة جانبية، فرصة تصويبة ممتازة، يضيع الهدف، يضيع الهدف اللي كان بالإمكان للرجاء يستفيد منه في عملية هجومية ملعوبة على مستوى الخط الأمامي في الشق الهجومي وفي آخر المطاف. أولمبيك أسفي كرة أمامية لمحاولة رجوية، صابر بوغرين، عملية المرور من جديد رجوية، فرصة داخل منطقة الجزاء، نوفيل تصويبة، القائم ينوب عن الحارس، بولكسوت هذا من فاتي تصويبة ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، هذا نوفيل، هذا الزرعوني الذي دخل بيد الكرة داخل منطقة الجزاء، لاحظوا كيف تفاعل معها، تصويبة ترتطم بالقائم الأيمن للحارس، القائم مسفوي بامتياز على اعتبار أنه نابعنا عن الحارس خالد كبير العلوي. انطلاقة هجومية دخول داخل منطقة الجزاء، ينطلق زكريا من الجهة اليمنى يلعب كورتو لوحده يبحث عن التمريرة والمرور، يختار تمريرة بهذه الشكلة ومباشرة لتكون لدفاع فريق الرجاء. المعاشي ما نساوش أن دخوله في الجولة الثانية أعطى معنوية أفضل، عنده جرعة إضافية زايدة بإمكان أن يستفيد منها فريق أولمبيك أسفي. كورة من جديد في الخط الأمامي، تحضير والهدف المسفيوي يأتي في هذه اللحظات، ثاني الهدف من جانب فريق أولمبيك أسفي في شباك فريق الرجاء الرياضي. زكريا عبوب يظهر أنه سعيد، يظهر أنه يحتفل، يظهر أنه يشاهد هدف ثاني ولا يصدق الأمر. كعملية هجومية في خطار مستوى التغطية الدفاعية تأتي الكرة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، الهدف اللي يجيب عند الخطأ ربما من أولو اللي كان مضايق حاول ما يمكن يصحح الوضعية للكرة الماضية، لكن في آخر المطاف يأتي الهدف على مضض وبشكل سريع من المسجل، من وضع الكرة في المرمى، من غير العنوان وجعل الكرة في الشباك. تمريرة جانبية، تغطية، محاولة مرة أخرى من جانب فريق الرجاء الرياضي داخل منطقة الجزاء، فرصة التعديل، كرة ممتازة، يضيع الهدف، تضيع كرة الهدف في عملية هجومية منسقة على مستوى الخط الأمامي، كان بالإمكان الاستثمار لكن تغير كل شيء من خلال آخر لمسة. نشوفوا اللقطة، نشوفوا العملية، شوفوا هنا المحاولة التصويبة، هذا من نفاتي في الركنية في الزاوية على يسار الحارس خالد كبير علوي، والكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، البحث عن متمم للعملية لكن مفقود، تعود مرة أخرى لزريدة يبحث عن الانطلاقة من الجهة اليمنى، يختار الانطلاقة في اتجاه صابر بوغرين، لزريدة دخول ممتاز، كرة ممتازة، جول والهدف، هدف التعادل يأتي في هذه اللحظات. الرجاء يعدل الكفة، قلنا أن المباراة لم تنتهي بعد، حوار لم ينتهي بعد،
صافرة لم تطلق بعد، وبالتالي يعود الرجاء ليعلن عن هدف التعادل قبل نهاية تفاصيل هذه المواجهة. هنا الرجاء الذي يعود من خلال عبد الصمد بدوي الذي يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف التعادل. عبد الصمد بدوي يعلن عن هدف التعادل في مباراة اليوم ويعيد الأمور إلى خانة التعادل. ماذا حدث على مستوى الشقة الدفاعي لأولمبيك أسفي؟ آخر كرة ثابتة في مباراة اليوم ربما سنتابع. تنفذ هذه الكرة من آدم نفاتي رأسية نحو القائم الثاني غياب متمم العملية. تعود تغطية مرة أخرى في خط الوسط، وفي هذه اللحظات يعلن حكم المواجهة يوسف أثريكي على نهاية تفاصيل مباراة اليوم كما آلت إليه مباراة ذهاب الموسم الماضي هدفان داخل كل مرمى. هكذا يكون العنوان في مباراة اليوم هنا بمدينة مراكش.